هو ده. السلام عليكم، معكم مصطفى من قناه مستر ومتك. حلقه النهارده هنتكلم فيها عن ازاي تقدر تجيب افكار لفيديوهاتك على اليوتيوب، وايه الحاجات اللي انت مفروض تجيب منها الافكار، او ايه المصادر اللي انت مفروض تاخد منها افكارك، وامتى تاخد من المصدر ده، وامتى تسال الناس على مصدر، والكلام ده كله هنفهمه النهارده. وهل اصلا تقدر تعمل فيديو كل يوم لمده سنه كامله؟ هل انت تقدر تعمل كده؟ خلينا نشوف. طيب اجابه على السؤال بتاع انت ممكن تعمل فيديو كل يوم لمده سنه كامله، فده وكبيره. يعني انت ممكن تعمل فيديو سنه كامله، يعني مش فيديو واحد، انت ممكن تعمل كل يوم فيديوهين لمده سنه كامله، مش فيديو واحد بس. الافكار ما بتنتهيش عامه، دي جمله كده انت لازم تفهمها. الافكار ما بتنتهيش، انت بس لو قعدت تفكر هتطلع افكار يعني اكتر من دول بمراحل. دول بس كده شويه حاجات بس كده فكرت فيها، مش عارف ايه واضحه، تمام؟ شويه حاجات كده فكرت فيها ومدونها هنا لحد بس ما اخلص امتحانات وهنشتغل. فده مثلا فيديو من الفيديوهات اللي انا كنت مفكر فيها وعملته اهو النهارده، وفي فيديوهات انا كنت مفكر فيها قبل كده وخلصتها وشططت عليها يعني. ففي حاجات كتير قوي، اهم حاجه طبعا انك تدون الافكار دي، اهم حاجه، اهم حاجه في الدنيا دي كلها انك تبدا بتدوين الافكار على طول. مش معاك نوت زي دي، في هنا 100 تطبيق وتطبيق انك نوتات تقدر تدون فيها اللي انت عايزه بكل الامكانيات اللي انت عايزها. فنوتة زي دي عادي تعلقها في اي حتة او تطبيقات، فالاتنين واحد. حاول تدون اي فكرة هتجيلك، حاول تكتبها في اي حتة، دي حاجة هتفيدك جدا من انك تفتكر الفكرة دي، وانك تعرف يعني هتعملها امتى، وايه الحاجات اللي الفكرة دي تتطلبها وكده، عشان تقدر تجهز للفكرة بتاعتك، تمام؟ دي اول حاجة. ثاني حاجة، انت في برضو كذا طريقة انت ممكن تاخد بيها افكار. اول حاجه، انت ممكن تاخد افكار من متابعينك. لو انت رحت عند المتابعين شفت الكومنتات بتاعتهم، هتلاقي بنسبه 80% كومنتات اسئله، كومنتات طلبات، ناس بتطلب منك حاجات. انت ممكن تعمل فيديو تطلب من الناس، تقول لهم عايزين ايه، ايه اللي انتوا عايزيني اقدمه في الفتره الجايه، وهما هيجاوبوك طبعا بالحاجات اللي هما طالبينها منك، وانت المفروض تعمل فيديوهات على الحاجات دي. حاجه من الحاجات دي انت مالكش اي علاقه بيها ومش فاهمها، بس في المجال بتاعك، بس انت ما اتعاملتش معاها بكده، انصحك وبشده انك تتعامل معاها، وانك تحاول تفهمها، وانك تحاول تعمل عن الفيديو اللي المتابع ده طالبه، حتى لو متابع واحد بس هو اللي طالب الحاجه دي، بس صدقني هتفيدك جدا، صدقني انا بقول لك، تمام؟ مصدر تاني برضو انت ممكن تاخده من المصدر الاجنبي. طيب ايه اللي هيفرقك في المصدر الاجنبي؟ المصدر الاجنبي هيفرقك في ان انت هتكون انت من اول الناس اللي هتعمل حاجه جديده. انت مثلا لما بتفكر في فكره في دماغك، مش دايما الفكره دي بتبقى هي الفكره الافضل، مش دايما الفكره دي. اصل بصراحه احنا مش كرييتيف لدرجه كبيره قوي في الوطن العربي، يعني عشان احنا نجيب فكره عالميه يعني وكده، لا، هو الفكره بتبقى الافضل بتبقى بره. انا اتمنى طبعا ان احنا نتحسن، ولكن بعدين. ولكن يعني الافكار الصح والافكار الحلوه اللي اصلا امين رغيب ومعظم الناس الكبار بياخدوا منهم هم الاجانب. حتى امين رغيب وحوحو والكلام ده كله محتوى اجنبي، كل ده نقل من المحتوى الاجنبي. هم قالوا كده، هم قالوا كده، تمام؟ قال لك احنا بناخد من المحتوى الاجنبي، احنا بناخد المحتوى الاجنبي ونعربه بس. فان انت تبقى زيهم دي مش حاجه وحشه، انك تنقل من الاجانب دي مش حاجه وحشه، ولكن انك يكون كريتيف اكتر من كده ويكون عندك افكار تانيه، طبعا ده حاجه احسن بكتير. ولكن لما يكون في وقت انك عايز تعمل فيديوهات كل يوم لمده سنه، او فيديوهين في اليوم لمده فتره طويله يعني، فلا، انت ممكن تاخد من الاجانب عادي جدا، عادي. حاجه كمان بقى وفكره تانيه برضو، انت ممكن تعمل فيديوهات عن حياتك. لو انت بتعمل فيديوهات عن حياتك او عن المحتوى بتاعك زائد حياتك، انت ممكن تعمل عدد لا نهائي من الفيديوهات في السنه، ممكن تعمل فيديوهات كتيره جدا جدا. لو انت ملاحظ مثلا واحد زي تفجير وتدمير للمره الثالثه بنتكلم عنه، بيدخل حياته الشخصيه او مواقفه، بلاش مواقفه، حياته الشخصيه في الفيديوهات دي، برضو بتخليه يقدر يعمل اكتر من فيديو، بيدخل مشاكله الشخصيه في الفيديوهات، ممكن تخليه كمان فيديوهات كتيره جدا في اليوم، بيوصل لاربع فيديوهات او ثلاث فيديوهات في اليوم بسبب الحاجات دي. يعني مثلا فيديو جيم بلاي العاب، وفيديو كذا وفيديو كذا، لا، وتلاقي فيديو برضو في النص كده مشكله حصلت له، حاجه بيحب يتكلم فيها كده. يبقى انت برضو هتضمن ان انت هتقدر انك تكمل وتعمل فيديو كل يوم لمده سنه، او فيديوهين في اليوم لمده طويله زي ما انا قلت. فبرضو انك تدخل حياتك الشخصيه في الفيديوهات، بس يا ريت بطريقه ما تضايقش الناس، لان معظم الناس برضو ساعات بتقول لك لا، انت ايه اللي دخل ده في ده، انت راجل تقني بتتكلم ليه عن حاجات شخصيه، انت بتتكلم عن ليه عن نفسك، انت ليه بتتكلم عن التصوير، انت ليه بتتكلم عن كذا، ليه بتتكلم عن كذا، انت راجل تقني المفروض تتكلم عن حاجه معينه كده. لكن لو انت عودت الناس على انك تدخل حياتك الشخصيه في الموضوع، لا صدقني دي حاجه هتفيدك جدا، ودي حاجه هتفيدهم هما بالذات لو حياتك انت
فيها حاجه تفيدهم، يعني لو عندك حاجه تضيفها ليهم، عندك القيمه المضافه اللي انت هتضيفها للناس دي حاجه مفيده جدا. يعني هقول لك انها تجيب مشاهدات ومشتركين وناس اكتر بكتير من المحتوى بتاعك العادي. فانت حاول تدخل حياتك الشخصيه في الفيديوهات بقدر الامكان، حاول تحشر نفسك في فيديوهاتك او في المحتوى بتاعك. في الاخر انا بجيب افكار منين؟ مثلا انا بجيب افكار من المتابعين، ساعات بجيب افكار من ناس بتقول لي، يعني غير المتابعين بقى اللي عندي على اليوتيوب، لا حد يجي لي من بره خالص ويقول لي لا انا عايزك تركز على كذا، حد يتصل بيا يقول لي لا اعمل فيديو عن كذا، تمام؟ غير حتى المتابعين اللي بيطلبوا في الكومنتات، لا في ناس تانية بتكلمني. حاجة تالتة برضو الناس برضو اللي هم الأجانب، أنا ساعات باخد من الأجانب ولكن مش باخد من الأجانب حاجات فيرال، لا أنا باخد من الأجانب حاجات معينة بس بكون عايز أفهم حاجة مثلا باخدها من الأجانب وأضيفها في الفيديو بتاعي، لكن فيديو كامل خدته من أجنبي لا ما حصلش لحد دلوقتي. ما أعتقدش إن أنا هعمل كده في يوم من الأيام أصلا، إن أنا أخد فيديو كامل من حد تعب فيه من بره وكده، ولكن انا نفسي ما بحبش كده، يعني حتى لو حد اجنبي مش هيشوف الفيديو بتاعي اصلا، بس لا يعني دي حاجه مش في دماغي خالص. ولكن عامه برضو افكاري بتيجي من ان انا بقعد مع نفسي وبكتب، بحاول اكتب اي حاجه بتيجي في دماغي هنا، لما بكتبها فعلا بطلع بافكار. يعني مثلا الفيديو اللي انا لسه عامله حالا ده، والله العظيم الفكره دي لسه جايه لي من شويه، يعني كتبتها وعملت الفيديو بس، كتبتها وقعدت قدام الكاميرا بس، لا سكريبت ولا اي حاجه. مع ان انا النهارده ممكن يبان ان انا ممكن اقول لك الفيديو بشكل غير منظم لان مفيش سكريبت او حاجه، ولكن انا وصلت لك المعلومه صح؟ انا حاسس ان انا وصلت لك المعلومه، فطالما انا وصلت لك المعلومه اللي انا عايز اعملها فكده خلاص انا كده نجحت في اللي انا عايزه، مش محتاج اكتب سكريبت عادي يعني. وبس كده انا عارفك يا بتاع الكومنت، انت هتقول لي انت عندك امتحان انجليزي بكره، عارفك انا بشوف وفرت عليك كومنت اهو، بس انت كومنت تاني بقى في حاجه تانيه، لان انا عارف ان انا عندي امتحان انجليزي بكره خلاص تمام. بس كده شكرا عشان شفت الفيديو، وقبل ما تقفل الفيديو يا ريت تكون عملت لايك، وانا في النص كده المفروض انك تكون عملت لايك وتشترك في القناه كنت مش مشترك، وعشان تشوفني مره ثانيه حابب تشوفني مره ثانيه يعني اعمل اشتراك في القناه. بس كده شكرا عشان شفت الفيديو، اشوفك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي، سلام.